بسبب دخان مكمورة خشب فلاحه وأولاده بيتخلصوا من كمثري في المنوفية. التفاصيل بتاعتنا كصوت حالة من الحزن بين أبناء قرية منيا العروس بمركز أشمون في المنوفية بعد مصرع كمثري على إيد فلاح وأولاده الثلاثة بسبب مشاكل الجيرة واعتراض المجني عليه على دخان مكمونة خشب بيمتلكها جيرانه. تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية اختار لمركز شرطة أشمون بمصر عين ألف كمثري من قرية منيا العروس التابعة للمركز في مشاجرة مع جيرانه. يعني الكمثري الله يرحمه كان جيرانه الفلاح وأولاده الثلاثة بيعملوا مكمونة خشب وبيطلع دخان وهو كان معترض عليها. بالانتقال اللواء محمد ابو العزم مأمور مركز شرطة اشمون تبين قيام الفلاح واولاده الثلاثه بالتعدي على الكمثري بالضرب حتى الموت، وذلك بسبب خلافات الجيره بينهم واعتراض المجني عليه على دخان مكمورة خشب كان بيمتلكها المتهمين. تم ضبط المتهمين وهم سين ميم 60 سنه فلاح واولاده، ميم 25 سنه وكمان ميم 30 سنه وعين 27 سنه، وذلك اتهامهم بالتخلص من المجني عليه عرف السيد. تم تحرير محضر بالواقعة وطلت النيابة العامة التحقيقات.